ماشي خد يا سيدي الدايدة بتاعتك يرضع منها براحتك. ماشي هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 تعبك روح المرة دي اتعب لك المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك والبضاعة فندينا. أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا دي أخلاق المعلمين وإلا فنا. ولا على رأي المثل إيه؟ لا يقسم على الحياة ولا حياة لمن تنادي. يعني ولا حاجة. أنت خشش المجلس تعمل إيه؟ ده إحنا هنشوف أيام سودة. عامل ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واسيوب هعمل كده بس خرجني من هنا والنبي. بطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزها عروسة على الفرازة، ولو قدرت تفرديها شوية، افرديها. ماشي يا معلم. عزتي يا اختي وعديتي ها؟ بدي احوله يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده لان لو قربنا منها اكتر يبقى بناكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي. البت دي بتاعت فلوس واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو على كل حاجة. البت دي بتلعب على الونجين ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا مفكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقولك. ضاوية. كرامة. مطرة. شو؟ سوريا. حريم الرجالة. دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالات. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟
ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي بأصله ما يرعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هللة. بسم الله يا رجالة، مكسوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحة اللي بين الرجالة بتدوم بتدوم يا معلم هللة، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم. ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الأوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكة رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤولية يا معلم، مسؤولية. ناكل بقى صبيط، عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي إدراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجالة وكلوا، ما تخافوش، هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلو يا سلام. نبلو. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى عيت ابو زنة كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش، وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فلنا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقه شويه، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حته. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه، ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعض. هات يا جمال يا رب. يلا يلا.